لنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية المتخصص في الشأن السوري ياسر نجار. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا. كيف تفسرون تصاعد الأحداث في ريفي إدلب وحماة والقصف المستمر الذي أسفر عن حصيلة كبيرة من القتلى والجرحى؟ يعني حقيقة أنا أرى أن إيران تريد أن تثبت نفسها من جديد على أنها باقية في سوريا وتمتلك زمام مبادرة عسكرية وأنها لا تنضبط بأي إيقاع يطلب منها أو يضغط عليها بالخروج من سوريا. هذا ما نلتمسه ابتداء. لاحقا وجدنا أن روسيا استفادت من أيضا من عمليات العسكرية التي ترعاها إيران ومن عمليات الاختراق، طالما أن إيران كما تعلمون كانت غير منضبطة أو غير موجودة في الاتفاق سوتشي الذي جمع فقط الطرفين التركي والروسي. حاولت روسيا أن تخضع إيران أو تضمن أن تتواجد إيران في اجتماع سوتشي الأخير من أجل أن يكون هناك تخفيف الضغط عليها من الجانب التركي، حيث أن إيران أصبحت طرفا موجودا على طاولة الحوار في سوتشي، وبالتالي لا تستطيع تركيا أن تضغط فقط على روسيا، وبالتالي يعني المطلوب الآن أن تخفيف الضغوطات على روسيا. هذا من جانب. بجانب آخر أنا أرى أن روسيا وجدت في التصريحات الأمريكية الأخيرة وخصوصا تصريح المندوب مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة جيفري عندما قال أن روسيا لا يمكن لا لقوات النظام ولا لروسيا أن يشكلا أي قوة عسكرية في مناطق تتخلى عنها، يعني كانت تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية. إذن روسيا تشعر بالغضب حيث أنها لن تستطيع أن تحقق سيناريو في مناطق شمال العراق كانت يعني تتطلع إليه وكانت تأمل أن تضغط على الجانب التركي من أجل تحقيق صفقة بخصوص إدلب. الآن روسيا تغض الطرف عن التجاوزات الإيرانية، روسيا ترضى بهذه التجاوزات وهي تعلم أنه لا يوجد مساحات للعمل العسكري إلا في إدلب. كان من السابق متوقع أن يخفف العمل العسكري عن إدلب ويتم التوجيه فقط باتجاه مناطق شمال شرق الفرات. الآن أنا بتصوري الضغوطات تمارس على إدلب، ولكن هذه الضغوطات ليس من أجل قيام عمل عسكري حقيقي وشامل، وإنما من أجل إيصال رسائل إلى الغرب على أننا نملك مفاتيح تهجير. في هذا السياق سيد ياسر، يرى بعض المراقبين أن هناك خطة ما للسيطرة على أرياف إدلب وحماة وحلب أيضا في ظل غياب خرائط واضحة لمناطق النفوذ والصراع على النفوذ أيضا، ما مدى صحة ذلك؟ يعني أنا بتصوري يمكن أن يكون هناك قضم، عمليات قضم تمارسها روسيا بالاتفاق مع الجانب التركي أو بالضغط على الجانب التركي، ولكنها لا تستطيع أن تمارس عملية عسكرية مفتوحة في مناطق يتواجد فيها نقاط مراقبة تركية وهي تعلم أن هذه النقاط موجودة بعد الاتفاق. لذلك أنا بتصوري كما ذكرت هي وسيلة ضغط هذه العمليات التهجير من أجل إيصال رسالة إلى أوروبا مفادها على أننا نمتلك ورقة يعني تصدير من جديد لاجئين، أعداد ليست قليلة، نحن نتكلم عن حوالي 3 إلى 4 مليون مواطن سوري متواجدين في هذه المنطقة. ولكن في نهاية المطاف أنا أرى أن أي عمل عسكري لا يمكن أن يتم إلا بالتوافق ما بين الجانب التركي والروسي. روسيا لن تتخلى عن تركيا في مقابل صفقة إدلب فقط، هي ترى أن تركيا مهمة لها من أجل خريطة حل سياسي شاملة، وأيضا تركيا لن تسمح بتواجد الميليشيات الإيرانية على مناطق حدودها وهي ترى أن عمليات القضم ليس من مصلحتها، وخصوصا أن الاتفاق سبق وأن قرر أن تركيا هي يعني ذات نفوذ في هذه المناطق. ماذا عن هيئة تحرير الشام ومستقبلها في ظل التطورات الأخيرة؟ أنا بتصوري هيئة تحرير الشام لا تملك خيارا إلا أن في نهاية المطاف أن تلتحم مع الحاضنة المجتمعية، أن تفرز الأشخاص أو الشخصيات المطلوبة على قوائم الإرهاب، وهذا ما وجدناه في اللحظات الأخيرة. أنا أرى أن تنظيم هيئة تحرير الشام يملك براغماتية ويوجد فيه تيار حمائم، ولكن بالمقابل الأمر ليس بالسهل، يوجد أيضا تيار صقور يمكن أن يقلبوا بأي لحظة ميزان كفة الميزان. لذلك أنا بتصوري لا بد في نهاية المطاف أن يكون كلمة الحاضنة الشعبية تؤثر على قيادة هيئة تحرير الشام بحيث أن يكون هناك خطوة باتجاه حل هذا التنظيم والاندماج في عملية تنظيم موحد أو جيش موحد يجمع كل الفصائل العسكرية في المنطقة. ما الرسائل المراد إيصالها برأيكم من استهداف مناطق في درع الفرات وعفرين سواء للجيش الحر أو حتى للجانب التركي؟ أيضا نريد أن نقول عندما عرضت تركيا على أنها تستطيع
أن تضمن لجن قوات داعش في مناطق شمال شرق الفرات، وهي تريد أن تحارب أيضا القوات الإرهابية البي واي دي المتواجدة في هذه المناطق. رسائل مفادها الآن العمليات التفجيرية على أن تركيا لا تستطيع أن تأمن المناطق التي خضعت لنفوذها منذ فترة طويلة، وأنا بتصوري هي خريطة مشتركة ما بين تنظيم البي واي دي وتنظيم داعش. نعلم جميعا أن هناك اتفاق جاء في منطقة الباغوز ما بين داعش والتسليمي لهذه المناطق، ولكن وجدنا بعد هذا الأمر وخلال ذلك الأمر تسليم لقوات داعش وعمليات تفجيرية انتحارية يقوم بها هذا التنظيم في مناطق في عمق مناطق درع الفرات وصولا إلى إدلب. إذن البيكاكا أو البي واي دي له مصلحة حقيقية في إثارة الفوضى والبلبلة وعمليات إرهابية تقوم في مناطق الشمال السوري. ما هي السيناريوهات المتوقعة في إدلب بين استمرار سوتشي أو المضي إلى اللجنة الدستورية وحتى نشوب صراع وشيك كما تدعي وسائل إعلام النظام؟ يعني الخيار هو أن تبقى مدينة إدلب أو محافظة إدلب والمناطق المحررة تحت سيطرة الثوار من أجل أن يكون هناك ضغط لإنفاذ عملية حل سياسي شامل في سوريا. بتصوري ليس من مصلحة تركيا إعادة تأهيل النظام كما ترى، يعني هذه المصلحة تتناقض مع روسيا التي ترى أن عودة النظام هي ذات المصلحة الأساسية. الولايات المتحدة الأمريكية تعطي أيضا رسائل مفادها أن هذا النظام يجب أن يتغير على منح السلوك، هي تعلم أن سلوك هذا النظام مرتبط بشخصياته، وبالتالي أي تغيير في منح السلوك يعني تغيير في رأس الهرم. في نهاية المطاف أنا بتصوري وجود مناطق ليست تحت سيطرة روسيا ستجعل خريطة الحل السياسي هي خريطة من مصلحة الشعب السوري، تقرر حقيقة إيجاد دولة قادمة بعيد عنها نظام الأسد الذي هو رعى عن العمليات الإرهابية والذي كرس وجود الاعتداء على المواطنين. المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.